السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، يسعد لي صباحكم بكل خير. قهوة الصباح اخترناها لكم اليوم من مصنع نيكولاس للشوكولاتة، خلوكم معنا. نبتدي متابعي الكرام تغطيتنا لمصنع نيكولاس للشوكولاتة. خلوني أرحب ترحيب خاص باللي انضم لنا من أمس واليوم، أقول لهم نورتوا السناب ولهان الموجودين، حياكم. هذا مدخلنا إلى مصنع نيكولاس للشوكولاتة، بس قبل ما نتعرف على الشوكولاتة خلونا ندرش مع بعض ونشوف متى ابتدت الشوكولاتة في إندونيسيا. في مقولة شهيرة تقول لك أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي، وهذا الشيء اللي خلى الشعب الإندونيسي ينتبهون في آخر سنينهم لصناعة الشوكولاتة. طبعا إندونيسيا إذا بنصنفها فهي إندونيسيا تعتبر ثالث دولة عالمية تزرع حبوب الشوكولاتة بعد غانا وساحل العاج. طبعا بعد قبل 8 سنوات في جاكرتا أنشأوا مدرسة سموها توليب. هذه توليب درسوا فيها أبنائهم شلون يتعاملون مع الحلا والشوكولاتة. وترى ها يا العرب، ترى الاندونيسيين جايينكم وراح يصدرون لكم الشوكولاتة. هم يشوفون نفسهم مش أقل مستوى من بلجيكا وفرنسا. هنا الأسماء الرنانة هذه للكاكاو، عندك الفورستيرو والكوريلو والتورنتاريو، هذه الأسماء اللي تكلمنا عنها لبذرات حبوب الكاكاو اللي هي فورستيرو، وعندك التورينتاريو، وعندك الكوريلو، تمام؟ ها طبعاً مزينة فيها جميع اللوحات باللغة الإندونيسية، للأسف ما قدرنا نتمكن من قراءتها حتى بالإنجليزي. طبعاً المصنع اللي افتحه إدارة نيكولاس في بونشاك في 2016 قبل 3 سنوات، افتحه ذات إمكانيات بسيطة يغطي احتياجات المنطقة. طبعا انا راح اترككم تشوفون الصور، هنا هي ابلغ من اني اعبر عنها. ما وريناكم الجانب المقلق لإنتاج الشوكولاتة، نوريكم منتجات الشوكولاتة على الجانب الثاني. بس أنا كان بودي أنهم ذكروا الأسعار على كل علبة. كل هذه منتجات وهدايا، شوف كيف. بالنسبة لأنواع الشوكولاتة المباعة عندهم 3 أنواع للشوكولاتة، اللي هي شوكولاتة بيضة، وعندك هذه الشوكولاتة بالحليب، وهذه شوكولاتة قامقة. طبعا كلها هذه في هذا الكيس اللي هو يحتوي على 130 جرام ب 58,000 روبية، يعني يعادل 16 ريال يا بلاش. خلال المسؤولية والشاهد الله سبحانه وتعالى، لما اختتمت التصوير سألتهم الزيوت المستخدمة حلال وحرام، قالوا حلال، وهذا ما يثبت الختم ختم حلال.